لمزيد من التفصيل حول ما يجري في الأزمة الأوكرانية والحرب هناك ينضم إلي من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. حسين أهلا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية. حسين، كيف قرأ المراقب لديك التصريحات الأخيرة للكرملين حول موضوع نشر السلاح النووي أو أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا؟ نعم رعد، بعد التحية، في وقت سابق ونقلا عن الخبراء، عقب إعلان الرئيس بوتين إرسال 10 طائرات إلى بيلاروسيا قادرة على حمل صواريخ نووية تكتيكية، الخبراء تحدثوا إلينا عن أن بوتين من خلال هذه التصريحات أراد أن يوجه للغرب رسالة تحذيرية ورسالة ردع بأن روسيا الآن بدأ ينفذ صبرها وأن الخطوط الحمراء التي كانت تحذر منها موسكو الغرب تجاوزها من خلال الخطوات التي يتخذها تجاه الجيش الروسي وتجاه أيضا الاقتصاد الروسي. الرئيس بوتين خلال المقابلة التي أجراها وضع يده على الطاولة وأكد على أن بلاده تستخدم أسلحة وأيضا ستستخدم طرق جديدة في العملية العسكرية والأسلحة الحديثة التي لم يعلن عنها من قبل روسيا ولم تستخدم من قبل القوات الروسية يمكن أن يتم استخدامها في المستقبل. أيضا بوتين اعتبر على أن القذائف، قذائف اليورانيوم المنضب التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا، يوجد لدى الجيش الروسي مئات الآلاف من هذه القذائف وأن الجيش الروسي لم يستخدمها لكنه بطبيعة الحال سيرد في حال استخدمت أوكرانيا هذه القذائف. بالنسبة لردود الأفعال الغربية وكيفية الرد الروسي عليها من قبل الكرملين صباح اليوم، على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، حيث اعتبر الأخير بأن الردود الغربية لن تمنع موسكو من نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا. هذا السيناريو تعتبره موسكو على أن الولايات المتحدة قامت وتقوم بهذه الخطوات منذ سنوات وليس جديد، وأن موسكو لم تخرق الاتفاقية الردع الاستراتيجي أو اتفاقية الحد من الأسلحة النووية، إنما فقط هي تقوم بتجهيز بيلاروسيا وحماية هذه الدولة وأيضا تفعل كما تفعل الولايات المتحدة منذ سنوات. الردود الغربية لن تردع القوات الروسية ولن تردع روسيا عن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا، هذه الأسلحة مهمتها فقط هي ردع. لكن حسين، الغرب كان لديه رأي آخر عندما تحدث عن عقوبات ستفرض على بيلاروسيا، فكيف تلقى المراقب الروسي الحكومة الروسية الحديث عن هذه العقوبات؟ ما هو الموقف الروسي من بيلاروسيا إذا ما فرضت عليها عقوبات؟ هل هنالك من تطمينات معينة روسية لها؟ على ما يبدو رعد، القيادة الروسية والقيادة البيلاروسية غير آبها بهذه العقوبات، وموسكو كانت تعلم بحجم العقوبات التي ستفرض عليها بعد إعلانها لعملية عسكرية، وأيضا بيلاروسيا الآن تعلم بأنها الغرب سيفرض عقوبات على الاقتصاد البيلاروسي بعد قيام موسكو بنشر أسلحة نووية في أراضيها، لكنها على ما يبدو غير آبها بهذه العقوبات. بيلاروسيا استطاعت مع روسيا بتأمين وأيضا بإجراء عدة أمور تستطيع من خلالها هذه الدول بمواجهة العقوبات الغربية. في وقت سابق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا خلال زيارته الأراضي الروسية ولقائه فلاديمير بوتين نظيره الروسي أكد على أن بلاده تتعاون مع روسيا في عدة ملفات، أهمها الملف التجاري والملف الاقتصادي، إضافة أيضا إلى المجال الفضائي والتعاون البيلاروسي الروسي. أيضا هناك عدة موارد أولية تحتاجها بيلاروسيا، هذه الموارد تعتمد على روسيا في الاستيراد من خلالها. أيضا هناك عدة أمور وعدة ملفات بيلاروسيا تعتمد على روسيا من خلال الاقتصاد الروسي. الآن السيناريو الموضوع الآن على الطاولة رعد، حسب الخبراء بأن الغرب يتخذ خطوات غير مدروسة، خطوات عدائية، والغرب يضع الآن روسيا وبيلاروسيا وجميع الدول التي تريد الحفاظ على سيادتها أمام أمرين، إما الخضوع للغرب وتحديدا إلى السياسة الأمريكية وإما العقوبات. ولذلك روسيا تؤكد على أن معظم دول العالم ترفض الهيمنة الأمريكية والغرب وتريد أن تتماشى مع المنهج الروسي أو
سيادات الدول التي تحترم سيادتها. لذلك نسمع بين الحين والآخر هنا في الداخل الروسي اتهامات من قبل القيادة الروسية إلى الولايات المتحدة بأنها تعمل وتقاوم على إبقاء العالم أحادي القطب ومنع تعددية الأقطاب، لكنها لن تنجح في هذه المقاومة في إفشال مشروع تعددية الأقطاب، وخصوصا بعد زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو ولقائها أيضا بوتين وإجراء محادثات اقتصادية محورها كان التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا. القيادة الروسية أخذت تطمينات من قبل الجانب الصيني، وأيضا القيادة البيلاروسية بطبيعة الحال شعرت وحصلت على تطمينات أيضا من روسيا ومن الصين بالأمور الاقتصادية والأمور التجارية، ولولا ذلك لما اتخذت روسيا وعلى لسان رئيسها بوتين عقب. وهذا هو السؤال، يعني نشر الأسلحة التكتيكية الآن حسين بهذا التوقيت، ربما هذا التوقيت جاء كما تفضلت بعد الزيارة الصينية، فلذلك قد يسأل سائل، هل لنشر هذه الأسلحة في هذا بهذا التوقيت له علاقة بالزيارة الصينية؟ هل هنالك تسليح صيني بهذا الخصوص؟ هل هنالك خطة صينية روسية يتم الحديث عنها في الأوساط الروسية اليوم مثلا؟ رعد، معظم الخبراء هنا في الداخل الروسي يؤكدون على أن روسيا ليست بحاجة إلى الصين بالأمور العسكرية وبالتعاون العسكري. روسيا ليست بحاجة إلى الأسلحة الصينية، فلدى روسيا أسلحة حتى هذه الساعة لم تعلن عنها، وهذه الأسلحة لا يوجد أي مثيل لها في أي جيش في العالم، والدفاعات الجوية الروسية إضافة إلى الصواريخ الفرد صوتية وهناك عدة صواريخ لم تعلن عنها القيادة الروسية حتى هذه الساعة، فصاروخ سرمات على سبيل المثال لا يوجد أي مثيل له في العالم. هذا الحجم من الأسلحة يخول موسكو لمواجهة الغرب ولمواجهة الولايات المتحدة، بالإضافة أيضا إلى أن روسيا تمتلك أكبر سلاح نووي وأقوى سلاح نووي في العالم. إذن المراقب الروسي لديك لا يرى علاقة بين نشر الأسلحة هذه في بهذا التوقيت والزيارة الصينية أو رئيس الصيني لروسيا، كما أفهم منك حسين. على كل حال لا أريد أن أطيل عليك، والآن وقت إفطار لديك. على كل حال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من موسكو، وافر الشكر لك لما أفضيت من تفاصيل في هذه الساعة الإخبارية. شكرا لك.